السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. دعت الرئاسة الموريتانية في مرسوم صادر عنها البرلمان لدورة فوق العادة يوم الأربعاء 22 من شهر فبراير الجاري. وحسب المرسوم الرئاسي الصادر، فإن الدورة المرتقبة ستناقش 9 مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة الدستور والنصوص المعدلة له. خلدت غامبيا ذكرى استقلالها 52 في العاصمة بانجول بحضور 9 رؤساء من القارة الإفريقية، من ضمنهم الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز والسنغالي ماكي سال. وخلال التخليد، أدى الرئيس الغامبي أداما بارو اليمين رئيسا جديدا للبلاد بعد شهر من تنصيبه بمبنى السفارة الغامبية بداكار، حيث كان جامي يرفض التناحي عن السلطة وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية. بحثت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك والمحافظة على البيئة خلال ملتقى نقاش نظمته في نواكشوط موضوع آلية التنسيق بين جمعيات حماية المستهلك بنواكشوط لتخليد ذكرى اليوم العالمي لحماية المستهلك. وشارك في الملتقى الأسبوعي التوعوي الذي تنظمه الجمعية ممثلون عن عدد من الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك بنواكشوط. نظم مكتب سفراء موريتانيا للصحة الإيجابية حملة تحسيس بنواكشوط حول موضوع الصحة الإيجابية، تضمنت نقاشا حول المخاطر والتحديات. وعبر المكتب عن سعيه إلى تنظيم يوم تحسيسي حول مخاطر مواد منع الحمل، يجري عليه على هامشه فحوصات مجانية بنواكشوط للكشف عن داء السيدة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز وبرامج ونشرات القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 3 موجز إخباري بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.